شهيد سقط فوق الخمس في أول معركة عام 1911. أنا لا يمكن أن أسيء إلى هذه التضحية العظيمة، لا يمكن أن أترك رفات جدي الطاهرة في المرجب. أنا سأوفاه شهيد في النهاية. لم يعد سرا أن اغتيال الزعيم الليبي كان حلقة من مشروع استعماري يستهدف ليبيا، بعد أن أيقن الطامعون المستعمرون من خلال تجربتهم الطويلة مع هذا القائد أنه قادر على إحباط مخططاتهم وإفشال مشاريعهم العدوانية مهما امتلكوا من أسباب القوة. وفي صبيحة 20 أكتوبر أغارت طائرات الناتو الغازية على مكان تواجد الزعيم الليبي أثناء خروجه من مدينة سرت، وبعد أن أصيب القائد القذافي بغارة فرنسية على موكبه تمكن مسلحون كانوا يتربصون به من اعتقاله وقتلوه اغتيالا وعمدا مع عدد من مرافقيه وأفراد أسرته. ولا تزال هذه الجريمة بابا للتحقيقات الصحفية والقضائية على مستوى العالم بأسره، وقد نسجت حول هذه الواقعة الدامية سيناريوهات متعددة. هل هذه هي الديمقراطية؟ من قام بذلك؟ قامت بذلك الطائرات بدون طيارين الأمريكية عندما قصفت قوات القذافي، ومن ثم عبر اللاسلكي وعبر القوات الخاصة الأمريكية الكوماندوس قاموا بمساعدة المقاتلين الليبيين لكي يقضوا على القذافي ويقتلوه دون أي محاكمة. من قال أنه كان يجب أن يبقى هناك أي القذافي؟ الشعب كان يجب أن يقرر، الشعب الليبي على أساس ديمقراطي. ولكن يبقى السؤال، لماذا استهدف القذافي بهذا الأسلوب الوحشي؟ هناك فرضيتان في هذا الصدد. الأولى تبنتها وروجت لها الصحافة الغربية وتزعم أن المخابرات الفرنسية كانت معنية تماما بتصفية الزعيم الليبي لأمور تتعلق بحملة ساركوزي الانتخابية. ولو صحت هذه الرواية لكانت أوسع مدى من ذلك، إذ أن القذافي الشخص كان بالفعل غصة في قلوب الفرنسيين والأمريكيين والإيطاليين وسواهم من القوى الاستعمارية التي أخرجها من ليبيا ولاحقها في فلسطين ومصر والقارة الأفريقية، بل وفي عقر دارها، وهو ينتصر للثورات الشعبية ويدعم الأحرار ويقلم أظافر هؤلاء المستعمرين وينازلهم سياسيا واقتصاديا بحثا عن كتلة سياسية عالمية تنهي الاستعمار والهيمنة والعبودية. إلا أن الأرجح أن الحقد على القذافي هو تعبير ممتد عن الحقد على 40 عاما من تاريخ ليبيا ظلت خلالها هذه الدولة حجر عثرة في طريق القوى الاستعمارية لتثبيت الاحتلال الصهيوني وإعادة سياسة النهب لثروات أفريقيا وإبقاء أغلال التخلف والتبعية في أعناق شعوبها. هم يبغون إحنا سوق استهلاكي ومنطقة مناورات، ولما تكون حروب دولية يبغوا هم يضعوا يدهم على هذه المنطقة لكي يسيطروا على مضيق جبل طارق وعلى خليج سرت وعلى باب المندب وعلى قناة السويس وعلى مضيق هرمز. يحاربوا فينا في نهر الأردن، في نهر اليرموك، وفي نهر العاص، وفي نهر الليطاني. الآن هذه الأنهار لعلمكم تحتلها القوات الإسرائيلية كلها، حتى لا يستطيع العرب أن يستفيدوا من هذه الأنهار. ثم يأتي الدور على دجلة والفرات، سيتم احتلالها. هذه أمة في خطر. نعم نفرح ونحتفل ونغني ونرقص، ولكن مقاومة. بلا مقاومة لا مستقبل لنا. يجب يجدوا فيكم غلظة، يجدوا فيكم قوة، وهذا لا يتأتى بأن احنا نغني باستقلال ليبيا واستقلال تونس واستقلال الجزائر وغيرها. هذا يتأتى بالوحدة، بالوحدة فورا، لحشد البشر الكتف على الكتف، والإمكانيات والمياه والحبوب ومية المطر والمياه الجوفية والبحر والشمس وكل الإمكانيات يجب أن نرصها ونحشدها ليل نهار قبل أن يأتي الاستعمار مرة أخرى. بل إنه حقد على الثورة التي استعادت مجد التاريخ كله وربطت بين إنجازاتها وأمجاد الأسلاف والأجداد الذين لم يركنوا لمحتل ولم يتنازلوا عن السيادة لمستعمر، وهم يعلمون أن المستقبل يبنيه انبعاث التاريخ إذا ما اقترن برؤية ثورية حكيمة
وعزيمة رجال بقامة معمر القذافي. What do you think most people would want to see on Muammar Gaddafi's tombstone? لا يعني شو أنا طبعا أنا اللي عملت من أجل الآخرين. That I worked for the others. إنني أسكن في مكان لا تستطيعون الوصول إليه وقتله فيه. إنني أسكن في قلوب الملايين. وإذا قتلتم جسدي فلن تقتلوا روحي التي تسكن في قلوب الملايين. المجد لنا والخلود للشهداء والموت والخزي والعار الخونة العملاء ولأسيادهم الجبناء. أنا دافع ثمن بقائي هنا. أنا جدي عبد السلام بو منيار أول شهيد سقط فوق الخمس في أول معركة عام 1911. أنا لا يمكن أن أسيء إلى هذه الطرحة العظيمة. لا يمكن أن أترك رفات جدي الطاهرة في المرقب. أنا سأوفاه شهيد في النهاية. لم يعد سرا أن اغتيال الزعيم اللي